السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم طريقه ديال المرزيه سهله وبسيطه. غادي نحتاجو تقريبا 3 الفصوص ديال الثوم محكوكين، غنحتاج معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال السمن، التوابل عندي هنايا جوج معالق ديال صغار عامرين ديال عطريه المرزيه، معلقه ديال الكركم، نص معلقه صغيره ديال الملح والبزار كذلك نص معلقه، ما بغيناهاش تجي لا دايزه في الحروريه ولا الملوحيه لان غتكون معسله حلوه، وجوج معالق ديال السكينجبير. غادي ناخذوا شويه ديال الماء وشويه ديال زيت العود، وغادي نخدموا هاد العناصر كامله مزيان حتى تذوب ديك الزبده والسمن والثومه، كلها العناصر تندمج مع بعضياتها. انا غادي ندير اللحم ديال العنقره، هو صراحه اللي كيجي في المرزيه زوين بزاف. غادي نجيبو القطع ديال اللحم وغادي نشملوها مزيان بحال هكا حتى تدخل فيها هاد التوابل كامله. انا متاكده ان تختلف طريقه المرزيه في مناطق المغرب كلها والمدن المغربيه، كل واحد وطريقته، كيفاش تربى كيشوفها في دارهم وتعلم كيفاش كيطيبوها عائلته. انا متاكده ان كاين الناس اللي ما كيديروش نفس المقادير، كاين الناس اللي كيزيدوا على هذا الشيء اللي درت، المهم النتيجه في الاخير واحده. غادي تطلع لنا مرزيه ديال اللحم ديال العيد. هذه المرزيه ما غاديش نطيبها حتى الغداء ان شاء الله، كنشملوها الليله قبل ونخليها مغطيه مزيان في الثلاجه قد ما تعطلات. تقدروا تصايبوها تشملوها النهار كامل باش تطيبوها بالليل، اولا الا كنتو غادي تطيبوها في الغداء احسن انكم تشملوها الليله قبل. غادي نغطيها مزيان بالبلاستيك، حاولوا تغطيوها مزيان باش ما تطلقش لكم الريحه في الثلاجه وفي المواد الاخرى اللي عندكم في الثلاجه لان العطريه مجهده. فوالا نرجعو نكمل الفيديو غدا ان شاء الله. من بعد ما خليت هاد اللحم ديال المرزيه مشرمل بات في الثلاجه الليله كامله باش نطيبو المرزيه، ما كنديروش فيها لا قزبر لا معنوس، غادي نديرو غير البصله. غادي نطيبها في هاد القميله ثقيله ما كتلصقش، ندير شويه البصله، ناخذ هذاك اللحم ديالي نزيد البصلة. عندي هنايا بصلة كبيرة مشلضة، كاس ما عامرش ديال الزيت البلدية مع الزيت العادية. غادي ندير الماء، نص ديال الماء، ما نكتروش الماء لان البصلة هي غادي تطلق الماء، حنا بغيناها تنشف وتعسل. وغادي ندير جوج عواد القرفه، غادي نديها للبوطه الطيب، غادي نقص عليها الاخر رقم في البوطه عندي، غادي نطيبها على المهل. اي حاجه اصلا لا طيبتي على المهل كتجي مزيانه، غادي نخليها تطيب على المهل غير بشويه ومره مره نحرك اللحم. من بعد تقريبا ساعه وانا كنقلب اللحم،
مازال ما هبطاتش المرقه، مازال ما اللحم حتى هو كنظن مازال ما هبطاتش لان دايره العافيه مهيله بزاف. غادي نواصلوا هاد التقلب ديال اللحم ونخليوه حتى تعقد لينا المرقه تنشف شويه، عاد غادي نزيدوا العسل والزبيب والقرفه ونعسلوها. بالنسبه للتعسل ديال هذه المرزيه غادي نحتاجوا الزبيب، ها هي عندي انا درت غير 100 غرام ديال الزبيب راه ديجا معسل. غادي نزيد ليه شويه ديال الماء نخليه يفزق قبل ما يقرب يطيب اللحم. غادي نحيد له هذا الماء ونزيدو على اللحم ديالنا. عندي هنايا شويه القرفه وعندي معلقه كبيره ديال العسل. العسل على حسب، كاين الناس اللي ما كيديروش العسل نهائيا، كاين الناس اللي كيديروا كثير، كاين الناس انا هاد القياس اللي غادي ندير اليوم معلقه كبيره في القدر ديال اللحم اللي عندي وشويه ديال القرفه لان درنا ديجا القرفه عواد. غادي نزيدو غير هاد شويه القرفه ونرجعوا نشوفوا كيفاش. دابا ملي ما بقاتش المرقه بزاف واللحم كيبان ليا راه قريب يطيب صافي، غادي نبداو في التعسال ديال الموزيه. غادي نديروا العسل معلقه كبيره على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندكم. انتم شفتوني عندي 4 ديال الطروف ديال العنقره، غادي ندير داك شويه القرفه والزبيب اللي فزقتو في الماء كيف وريتكم. دائما نخليو العافيه مهيله ما نزيدوش فيها، ومره مره نعاودو عاوتاني نجيو نقلبو هذا الشيء حتى تقلى لينا المريقه وتوقف عاد نطفاو عليه. مرزيه وجدات، شفتيو كي كتجي كتعسل كتقال. غادي نحطها في هاد الطاجين اللحم قلبتو، حاولوا تقلبوا اللحم بيديكم، قلبتو لقيتو طايب. غادي نحطو عليها المرق ديالها ولا نجيبو شي معلقه اللي هكا محلوله باش نهزو الزبيب. ريحتها صراحه كتشهي، سهله ما فيهاش بزاف ديال التعقدات. كيسمعوا الناس المروزيه كيقولوا واه المروزيه كي غنديروا نصايبوها ما نعرفوش نصايبوها، سهله. انتم شفتوا الطريقه قدامكم، باش نكثر بزاف ديال المرقه نهز غير شويه ديال الزبيب نحطو هنايا. كذلك اللوز اللي قليته قبيله، اللوز حتى هو درت له غير ما طايب، ما كنسلقوش انايا، كندير له الما طايب وكنقشرو ونكيرطاب وكنخليه في الزيف نقي يبات حتى لغد ليه عاد كننقليه حتى كينشف مزيان من الماء باش يجي مكرمل ما يجيش معلك في الفم او ما دوزش يبقى تمد غير تحسي به ما طايبش او شي حاجه. ها هو التقديم النهائي ديال المرزيه ديالي، صاحبتها بغير جوج ديال لي سالاد، خيار ومطيشه والبربا والخبز ديال الدار. هي اصلا كتقهم ما نديروش معاها بزاف ديال المقبلات.
نتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوه والطريقه تعجبكم. شكرا على المشاهده.